نروح كمان لدورة الألعاب الإفريقية، ونجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية، وده بعد ما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة بالفوز على نيجيريا بنتيجة 27-24 في ثالث مبارياته بدورة الألعاب الإفريقية والمقامة في غانا في الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري. انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 15-10 قبل ما يواصل المنتخب المصري تألقه في الشوط الثاني والمباراة لينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة ويتأهل لنصف النهائي متصدرا المجموعة اللي ضمت منتخبات توجو ومالي ونيجيريا. لسه مع اخبار البعثة المصرية في دورة الالعاب الافريقية، وامبارح نجح منتخب مصر لكرة الطايرة رجال وسيدات في التأهل لربع نهائي دورة الالعاب الافريقية في دورة الالعاب المقامة في مدينة اكرا الغنية، وطبعا البطولة مقامة خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري. تمكن منتخب مصر للرجال من التأهل للدور الثاني بالعلامة الكاملة بعد الفوز على نيجيريا والكاميرون وبوركينا فاسو، بينما تأهل السيدات كوصيف مجموعته بعد الفوز على جامبيا وغانا، ومن المقرر كده أن يواجه منتخب الرجال في دور ربع النهائي صاحب المركز الرابع بالمجموعة الأولى، بينما بيلتقي منتخب السيدات مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية في الدور ذاته.